بسم الله. في الاول هنتكلم النهارده ان شاء الله على ليسون، يعني نقدر نقول ان هو من اكبر الليسونز كخطوات لحل المسائل، لان الدرس ده اللي هو درس ديفايد ليسون 8 ديفايدنج ان الجبريك اكسبريشن باي انذر وان، لو انت جمعت الكلام اللي احنا شرحناه من البدايه خالص هتلاقي ان احنا خدنا ازاي نعمل ديفايد لترم مع ترم، وخدنا ازاي نعمل ديفايد لاكسبريشن مع ترم. طب اديني مثال يا مستر. لو انا قلت 12 اكس باور 2 ديفايد 6 اكس كنا بنعمل ايه؟ ده كده ترم مع ترم. المفروض ان حضرتك كنت بتاخد ال 12 ديفايد ال 6 تبقى ب 2، واكس باور 2 ديفايد الاكس باكس بس، باور كام؟ 1 باور 1. انا بعمل ماينس للباور لو المساله مساله ديفايد. خلاص كده؟ عايز حاجه يا احمد؟ طيب ده كان اول فكره. الفكره الثانيه ان انا اعمل ديفايد لاكسبريشن مع ايه؟ ترم لوحده. يعني لو قلت مثلا 12 اكس باور 2 بلس مثلا 15 اكس واي بلس 9 اكس باور 3 ديفايدد باي 3 اكس كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول على الدينومينيتور كانها كم مساله؟ ثلاث مسائل. يعني انا بعتبر الحته دي كده، دي كده مساله لوحدها، يعني كانها 12 اكس باور 2 ديفايدد 3 اكس، فبتعمل 12 ديفايد 3 ب 4 واكس باور 2 ديفايد اكس باكس. خلصت كده اول جزء؟ الجزء اللي بعده هناخد مين مع مين؟ ال 15 اكس واي ديفايدد باي 3 اكس. 15 ديفايد 3 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يبقى هتبقى بوزيتيف 5. ها الاكس والاكس طاروا بقت باور 0 اكنها مش موجوده، وايه اللي ينزل؟ الواي. وبعد كده اخر حاجه عند حضرتك انك تاخد ال 9 اكس باور 3 ديفايدد باي 3 اكس. 9 ديفايد 3 بوزيتيف 3، وبعد كده اكس باور 3 ديفايد اكس اكس باور 2. فلو انت ركزت احنا فصلنا اهو في النص ما بينهم، انت كده اتكلمت على درسين. الدرس الاولاني كان بيتكلم على ازاي تعمل ديفايد لايه مع ايه؟ ترم مع ترم. والثاني اكسبريشن. لا 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 لا، مش ترم واكسبريشن، الترتيب هنا مهم. اكسبريشن الاول وبعد كده ترم. النهارده بقى بقول لحضرتك ازاي تعمل ديفايد لايه مع ايه؟ اكسبريشن مع اكسبريشن. فعنوان الدرس مهم جدا بالنسبه لي، عشان لما تيجي تقرا انت من نفسك السؤال ده في اللي هيلعب عليه اكسبريشن وده اكسبريشن، فانت تبقى عارف ان ده الدرس بتاع النهارده. اكسبريشن مع اكسبريشن يبقى الدرس بتاع النهارده اللي هو خطواته، الخطوات الطويله. طبعا خليني اقول لك ان الخطوات بتاعتي هي خطوات اللونج ديفيجن. اللونج ديفيجن بتاعت الارقام، لا هي لونج ديفيجن بس ما لهاش دعوه بالارقام. لما كنا بنقعد نسمع التيبل وندور على رقم وننقل فوق وتحت والكلام ده، سيبك من كل ده، ده اللونج ديفيجن بتاعت النمبرز. المره دي بقى هتعمل لونج ديفيجن لاكسبريشن مع اكسبريشن. طيب عشان نفهم الدنيا نفهمها الاول قبل ما نحل، عشان كخطوات الحل الموضوع ان شاء الله باذن الله هيبقى بسيط لو انت رتبت. انا محتاج منك في الدرس ده ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات اللي انت محتاجهم مني يا مستر؟ اول حاجه ودي اهم حاجه عندي، ان انت تكون مرتب كتابتك. يعني وانت بتكتب النهارده او بتذاكر الدرس ده لازم تبقى منظم ومرتب جدا في الكتابه. الاكس تنزل تحت الاكس، الرقم تنزل تحت الرقم، لو في مكان فاضي يبقى اللي تحته فاضي، انا مظبط كتابتي. تمام؟ الحاجة التانية اللي أنا طالبها من حضرتك إنك تكون بتعرف تعمل بلس وماينس وباي وديفايد لترم وترم. تمام؟ طبعًا الباي والديفايد إحنا راجعين عليهم، والبلس والماينس راجع لك عليهم دلوقتي. الحاجة التالتة والأخيرة إنك تبقى فاهم أنت بتعمل إيه وحافظ الخطوات. لو انت عملت الثلاثة دول ان شاء الله بإذن الله الدرس سهل. تعال نبدأ. تعال نرجع كده على الأساسيات اللي أنا هحتاجها، إزاي أعمل بلس وماينس وباي وديفايد لترم مع ترم أو ترم مع إكسبريشن. أول حاجة 5x باور 3 ديفايد x. هتبقى 5 x باور 2. طبعا انا نزلت الكوفيشنت زي ما هو وعملت ديفايد، فعملنا ماينس للباور بسبب ان البيز والبيز
زي بعض، الاثنين زي بعض. طب السؤال اللي تحته نيجاتيف 12 اكس باور 4، تعالى كده يا سيمون معلش، نيجاتيف 12 اكس باور 4 ديفايدد باي نيجاتيف 3 اكس باور 2. تعالى ناخد الساين، الساين الاول نيجاتيف مع نيجاتيف، 12 مع 3 اكس باور 4 مع اكس باور 2 يبقى بقت 4 اكس باور 2. كده انا خليتك تراجع على كل حاجه ديفايد عايزك تعملها. شكرا. اللي بعده عايزك تعمل مالتيبليكيشن للاكس البراكت ده. هو انت كده بتعمل باي لايه مع ايه؟ ترم مع اكسبريشن. بنستخدم طريقه الاسهم 2x باي x 2x باور 2، ما تنساش ان انت بتعمل بلس للباور. 2x مع 4 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. تبقى بوزيتيف 8x. هسال سؤال، هل دي هي السمبلست فورم ولا لا؟ ليه قلت اه؟ لان دول انلايك. طب هم امتى بيبقوا لايك؟ لما يكون نفس البيز بنفس الباور، يعني نفس الرموز وليها نفس الباور. فما ينفعش هنا تبقى دي اكس باور 2 ودي اكس وتقول لي هجمعهم او اعمل لهم ماينس، ما ينفعوش لان دول انلايك. طيب السؤال اللي بعده 3 واي هضربها في الاكسبريشن اللي بعده، 3 واي في 4 اكس 12، وقلنا لما بتكون رموز مختلفه بلزقهم في بعض. شكرا يا عبد الرحمن انك بدات تذاكر. ال 3 واي هضربها في نيجاتيف 2، نيجاتيف 6 ها اكس، مفيش اكس، واي بس، واي بس، وبرده دول انلايك لبعض. خلصنا كل حاجه ليها علاقه بالباي هنتكلم عليها. تعال نشوف اخر حاجه، انت شايف ان فيها حاجه تتعمل؟ والله الناس هتتقسم نصين. النص الاولاني هو شايف ان النيجاتيف بتعمل ايه في اللي بعده؟ بتغير الساين. لما قلت لك البلس ده غلبان، لكن النيجاتيف بيغير كل اللي جاي بعده. فالمفروض تكتب هنا ايه؟ 2 ها الاكس كانت بوزيتيف هتبقى نيجاتيف، وال4 كانت بوزيتيف هتبقى نيجاتيف. وفي ناس ثانيه هتحسب ان في نيجاتيف ايه هنا وتقعد تعمل لها باي في البراكت وهتطلع نفس الاجابه. جرب كده، نيجاتيف 1 في اكس بنيجاتيف 1 اكس اللي هي نيجاتيف اكس، طب نيجاتيف 1 في 4 بنيجاتيف 4. طبعا الطريقه الاسهل موضوع ان النيجاتيف يعمل ايه؟ يغير الساين. اقفلي التليفون خالص. هل دي كده هي السمبلست فورم؟ هل دي السمبلست فورم؟ لا. ليه؟ لان في لايك تيرمز، الارقام النمبرز ال2 والنيجاتيف 4. طب ركز الله يرضى عنك، 2 ونيجاتيف 4 يبقوا كام؟ نيجاتيف 2. هو احنا عملنا ايه؟ اه مكسب وخساره. طالما بلس وماينس تبقى مكسب وخساره، انت كسبان 2 جنيه وخسران 4. فالاجابه بقت 2 بوزيتيف 2 ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. وايه اللي عندي كمان؟ نيجاتيف اكس. كده لو انت فاهم كل اللي انا قلته والمسائل دي كلها رديت عليها صح، هنبدا نشرح الدرس. اول حاجه هنفهم الاول ايه اللي بيحصل. كان في كلمة قديمة كده عندنا اسمها كلمة الفاكتورز. الفاكتورز مقصود بيها كام باي كام يديني الرقم. فأنا لو اديت لك مثلا ال 15، إيه الفاكتورز بتاعته؟ 3 و 5، صح كده؟ تقدر تكتب لي دي جملة فيها مالتيبليكيشن علامة باي؟ حاضر. عمر اطبع لي اخر حاجه من سنه 5، مش الملزمه بتاع المره دي اللي قبلها. انت طبعت النهارده 5/14، اطبع 5/13. ها تاني يا شباب، ال 15 هي كام باي كام؟ 3 باي 5. لو انا هكتبها كجمله فيها ايكويجن، ال 15 ايكوال 3 باي 5، طب ينفع تحسبها ديفايد؟ اه 15 ديفايد 3 ايكوال 5، أو 15 ديفايد 5 ايكوال 3. اللي أنا فاهمه من الآخر إن 3 وال 5 دول هما الاتنين اسمهم بتوع ال 15. فلو أنا اديت لك فاكتور واحد منهم هما الاتنين، تقدر تجيب لي الفاكتور التاني؟ أه. هعمل ديفايد. إزاي؟ لو أنا قلت لك دلوقتي ال 21 has a factor of 3، then the other factor، عملت إيه؟ 21 ديفايد 3. فهمت الفكرة؟
وفي الاخر بعد لما تطلع ال7 انا متاكد ان الاثنين دول لو عملت لهم باي هيطلع ال21. بس ده الخلاصه بتاعت الدرس ده بالارقام. هنشتغل احنا بقى بالاكسبريشن. خليني اقول لك ان شويه الكلام اللي مكتوب لك بالعربي تحت ده هو خطواتك لحل المساله، ودي خطوات ثابته ما بتتغيرش. هنشوف ازاي. اول خطوه اكتب الديفيدند بالترتيب واحترم اللي مش موجود. مش فاهم هو مين الديفيدند ده اساسا. انا قلت لك قبل، لا ده الكوشنت هو ناتج الديفايد. انا قلت لك قبل كده لو انا كاتب 15 5 ايكوال 3 فانا عارف ان ال 15 دي اسمها الديفيدند وال 5 الديفايزر وال 3 الكوشنت. الاسماء دي حفظ واحنا عارفينها من ايام زمان. فالمفروض ان انا لما اقول لك اكتب الديفيدند بالترتيب يبقى انا قصدي اكتب اول واحد في المساله بالترتيب واحترم اللي مش موجود. هفهمك معناها ايه. طيب تعالى نكتب الديفيدند. مين الديفيدند عندي في المساله؟ هو ده اكس باور 2 بلس اكس ماينس 12. هو انت كده رتبته؟ ما انا مش عارف يا مستر انت بترتبه بناء على ايه؟ على الباور اوف اكس. الاكس هنا باور كام؟ بعدها بعدها مفيش اكس، يبقى انت كده مرتبها ولا لا؟ طب افرض وانت بتكتب لقيت مثلا اكس باور 2 وبعد كده رقم وبعد كده اكس، لا ظبط الكتابه، شقلب اماكنهم بقى. المهم انك تبقى مرتب الباور. طب افرض وانت بتكتب لقيت اكس باور 3 واكس باور 2 وما فيش اكس باور 1 بس في رقم، ده معناه ان في حد مش هتحترم مكانه، معناها تسيب له مكان فاضي وهنشوفها في وسط المسائل. بس لحد دلوقتي في حد مش موجود؟ انت رتبت المساله. الخطوه الثانيه طبعا العلامه دي هي علامه الديفايد القديمه اللي احنا بنعملها، وادي الاكس بلس 4 هو بيقول لك اعمل ديفايد لده باي ده. في مشكله في اول خطوه؟ طيب اول خطوه اللي انا بقول لحضرتك عليها دي بتتعمل مرة واحدة في، يعني انت بتعملهاش تاني، هي في اول خطوة في المسألة بتكتب الديفيدند بالترتيب وتحترم اللي مش. الثلاث خطوات الباقيين دول بيتكرروا، بيحصل لهم ريبيت كل شوية لحد لما الكوشن يبقى مظبوط والريميندر بزيرو، مفيش باقي في المسألة. هنشوف الكلام ده. اول خطوة خليني بس انبهك من قبل ما نبدأ اهو المسألة، المسألة طويلة وبتلخبط ومش هتفهمها من اول مره على طول. لازم اقعد اشرح ثلاث اربع مسائل عشان المساله تدخل في دماغك وترتبها، كل مساله هتستفيد منها جزء. بس ركز قوي عشان تعرف تجمع. الثلاث خطوات دول لازم تطلع من الحصه وانت حافظهم. الكلام اللي بالعربي ده لازم تحفظه، حتى انا كاتبه بالعربي على حسب ما انا بقوله في الحصه بالظبط، هتلاقيني بقول كده. اول خطوه اقسم الاول على الاول وحط الناتج فوق. طيب ده اول ترم وده تمام، اعمل لهم ديفايد اكس باور 2 ديفايد اكس اكس، حط الناتج فوق كده. انا خلصت اول خطوه. اول خطوه كان اسمها ايه؟ اقسم. تمام. الخطوه الثانيه اضرب اللي انت لسه كاتبه. هو انت لسه كاتب ايه بايدك؟ اكس، هتضربها في ال وحط ناتج تحت. ماشي، يعني تاني خطوة ان انا بعمل باي، يبقى انا هضرب اضرب الاكس دي في مين؟ لا في الديفايزر. فين الديفايزر؟ اكس بلس 4 كله على بعض، يعني انا هشتغل بطريقة الاسهم وهحط الناتج تحت. اضرب يلا اكس في اكس، اكس بار 2 اكس في بوزيتيف 4، بوزيتيف 4 اكس كده. انا خلصت تاني خطوه. الخطوه الثالثه والاخيره اعمل ماينس. طب هو الماينس بيعمل ايه؟ ايوه ما تنساش تغير كل الساين. يبقى هي خطوه الماينس. انا عايز اعمل فوق ده ماينس تحت. طب هو الماينس بيعمل ايه؟ بيغير الساين بتاعت اللي قبله ولا اللي بعده؟ اللي بعده هنا، اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي تحت. فدي بدل ما هي بوزيتيف اكس باور 2 نيجاتيف، بدل لما دي بوزيتيف نيجاتيف. بص انا بحطها في براكت كده عشان افكرك. طيب
في حاجة تتعمل هنا في المسألة. اه يا مستر ده كل واحد اللي تحته لايكلي اكس باور 2 اكس باور 2 اكس زي اكس رقم فاضي تمام، فانا هجمع اكس باور 2 ماينس اكس باور 2 طاروا. اول ما دول يطيروا اطمن انت حلل صح لحد دلوقتي، ده الدليل اللي يعرفك ان انت بتحل صح، ان دايما اول ترم هيطير مع اول ترم. كمل يلا. اكس نيجاتيف 4 اكس اه هنبدا نتلخبط اهو، اكس ونيجاتيف 4 اكس لا طبعا نيجاتيف 3 اكس. انا بجمع يا جماعه، بعمل اد، بعمل اد هنا. اكس لو انا كتبتها لك كده مش المفروض ان ده لايك لده؟ بنزل الاكس واتعامل مع الكوفيشنت. مين الكوفيشنت هنا وهنا؟ كسبان واحد وخسران اربعة، يبقى خسران ثلاثة، صح كده؟ ركز. طيب دلوقتي انت قلت لي ان دول طلعوا نيجاتيف 3 اكس، طب والنيجاتيف 12 هتتزحلق، مفيش حد تحتها. نيجاتيف 12 كده انت خلصت كام خطوة؟ التلاتة. عملت ايه؟ ديفايد وبعد كده باي وبعد كده هترجع تعيد تاني من الاول. اول خطوة كان اسمها ايه؟ مين مع مين؟ مين مع مين؟ اول مع اول والناتج فوق. مين الاول هنا؟ نيجاتيف 3 اكس، والاول هو هو الاكس، اعمل لهم ديفايد. نيجاتيف 3 حط الناتج فوق. الخطوة الثانية كده انت خلصت الديفايد، اللي بعدها بتعمل ايه؟ احنا كنا كاتبين ايه بالعربي؟ اضرب اللي انت لسه كاتبه. مين اللي انت لسه كاتبه؟ مين اللي انت لسه كاتبه؟ نيجاتيف 3 هتضربها في مين؟ في الديفايزر باستخدام طريقه الاسهم، واحط الناتج تحت. اضرب نيجاتيف 3 في اكس، نيجاتيف 3 اكس. بص انا منظم ازاي الترتيب نازل تحت بعضه. نيجاتيف 3 في 4، نيجاتيف 3 في 4، نيجاتيف 12. ايه ده؟ ده الاثنين زي بعض بالظبط. الخطوه اللي جايه هتبقى الماينس بيعمل ايه؟ بيغير الساين، فالنيجاتيف دي هتبقى ودي هتبقى، مجموعهم زيرو، مجموعهم مسألتك خلصت. فين الكوشن؟ اكس ماينس 3 اللي فوق. بص يا مستر كل اللي انت قلته على عيناه وعلى راسي والله العظيم، انا مبسوط بيك جدا انت شو، بس انا مش فاهم حاجه خالص صح؟ ما انا عارف. انا قلت ايه من الاول؟ انا قلت ايه من الاول؟ قلت لك المساله دي ما بتتفهمش من اول مره، انت فهمت شويه حاجات لخبيط كده. تعال نجمع اللخبيط. آه هنجمع احنا بقى، ما انا اللي بحل يا عبد الرحمن. انا ممكن احل المساله دي بس معايا، لا ما انا مساعد ربنا يا ابني، ساعة المساله دي المساعد فيها ربنا، ما حدش هيساعد. المهم بس قبل ما نكمل انا عايز حضرتك تبص تاني على الخطوات. اول خطوه بتكتب الديفيدند بالترتيب وتحترم اللي مش موجود، ودي بتتعمل مره واحده في المساله في اول خطوه. الثلاث خطوات اللي عندهم يحصلهم ريبيت، بتكرر اللي انت بتعمله. اول خطوه اقسم اول على اول وحط الناتج فوق، الثانيه اضرب اللي انت لسه كاتبه في الديفايزر وحط الناتج تحت، الثالثه اعمل ماينس غير الساين. حفظتها؟ لا ما هو لا يبقى مش هتعرف تحل، لا يبقى هتيجي المساله اللي جايه تقول لي هو احنا بنعمل بلس ولا ماينس ولا امتى باي ولا امتى؟ في ترتيب، ترتيب لو مشيت غير بالترتيب ده مش هتعرف تحل. بص على الخطوات تاني، اعمل ديفايد للاول مع الاول وحط الناتج فوق، اعمل باي للي انت لسه كاتبه في الديفايزر وحط الناتج تحت، اعمل ماينس يعني غير الساين، وبترجع تعيد لحد لما الريميندر يبقى بزيد. طيب يلا يا مهندسين، السؤال بيقول لي ديفايد ده باي ده، اول خطوه اكتب الديفيدند بالترتيب واحترم اللي مش موجود. هو مترتب اكس باور كام؟ باور مفيش باور خالص. ادي شكل المساله،
x باور 2 ماينس 6x بلس 9 الديفايزر x ماينس 3. اول خطوه انا مش عايزك تنرفزه بس انا مش عايزك اول على اول احط الهاتف فوق انا حافظ دي بالراحه اهدى كده وخليك راجل رزيل ما هي دي الوحيده اللي حفظنا خليك يا احمد بس معايا الله يكرمك عشان ما اجيش اجيبك من قفاك ما تقلقش ما تقلقش ها الاول على الاول x باور 2 ديفايد x هتبقى x هحط الناتج فوق دي اول خطوه اللي هي خطوه الديفايد الخطوه الثانيه اعمل باي للي انت لسه كاتبه مع الديفايزر مين الديفايزر x ماينس 3 فهستخدم طريقه الاسهم لان ده باي ده مع ده وده مع ده وهحط الناتج تحت يا جماعه ما حدش يسبقني الله يكرمكم x باي x x باور 2 x باي نيجاتيف 3 نيجاتيف 3x هحطها هنا الخطوه اللي بعدها ماينس طبعا انا عملت الباي الماينس هيغير الساين الاكس باور 2 كانت بوزيتيف هتبقى نيجاتيف وال3 هتبقى بوزيتيف ايه اللي هيحصل يبقى انا بحل صح لو ما تشالوش اعرف ان انت عملت حاجه غلط في المساله تمام كمل بقى انا هخبي دول اهو وعيني على الحته دي نيجاتيف 6x وبوزيتيف 3x خسران 6 وكسبان 3 نيجاتيف 3x زحلقها بوزيتيف 9 كده انت خلصت كام خطوه 3 هتعمل ايه عيد تاني اول خطوه ديفايد مين مع مين والناتج فوق ادي الاول وادي الاول هو هو نيجاتيف 3x اعمل لها ديفايد x نيجاتيف 3 اهي يا جماعه نيجاتيف 3x هعمل لها ديفايد x الاكس والاكس طاروا ايه اللي اتبقى نيجاتيف 3 هكتب فوق نيجاتيف 3 الخطوه الثانيه هعمل باي لمين اللي انا لسه كاتبه مع الديفايزر واحط الناتج نيجاتيف 3 في اكس نيجاتيف 3 اكس نيجاتيف 3 في نيجاتيف 3 بوزيتيف ما تنساش نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف و3 باي 3 ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هيطيروا عشان هما الاثنين زي بعض بالظبط فالنيجاتيف بقت بوزيتيف ودي بقت نيجاتيف طاروا زيرو بقى الكوشنت اكس ماينس 3 بص كده للتايمر اللي احنا بنسجل فيه 3 دقايق المساله دي خدت مننا 3 دقايق طيب انا بس عايز اوضح حته صغيره قبل ما نقول مستر او نقول عيد لي الحته دي تاني لان المساله ما بتتعادش عشان اعيد لك المساله همسح كل حاجه واعيدها تاني من الاول فانت عندك فيديو الشرح ارجع عيده تاني لو في حاجه مش فاهماك انا او مش فاهمها لسه هنكمل هناخد كذا مساله دلوقتي بس انا عايز ااكد على حاجه مهمه قوي هو اللي انت بتقوله ده ايه علاقته بقى بالفاكتور الحته اللي انت شرحتها في الاول هو انت بتقول لي اعمل ديفايد لده مع ده صح يعني انت قصدك ان ده هو ايه الفاكتور واللي انا طلعته ده هو الفاكتور الثاني مش احنا قلنا ان في تو فاكتورز للمساله يعني انت قصدك ان انا لو مسكت اكس ماينس 3 عملت لها باي اكس ماينس 3 مش دول الاثنين لو عملت الاثنين دول باي هيطلع ده المفروض مش ده اللي يثبت لك ان المساله صح طب تعال نجرب كده هنضرب مين في مين اكس ماينس 3 باي اكس ماينس 3 انت قدامك طريقه من الاثنين يا اما تعتبر ان ده براكت باور 2 وده الحل الاسرع يا اما تشتغل بطريقه الاسهم براكت باور 2 فانا هشطب على واحد منهم واحط باور هنا فاكر الخطوات بتاعت الحل؟ كنا بنحل البراكت ازاي؟ فيرست باور 2 سكند باور 2 في اخر الشارع فيرست باي سكند باي 2 مش باور 2 طيب مين الفيرست؟ الاكس اضربها في نفسها اكس باور 2 السكند 3 باور 2 ب 9 الساين الاخيره دايما بوزيتيف وهنا على حسب البراكت البراكت بتاعي نيجاتيف يبقى دي نيجاتيف طب هنعمل ايه هنا فيرست باي سكند باي 2
حاضر اطلعها لك. ماشي تعالي يا انس. اه والله فيرست باي سكند باي 2. الفيرست بكام؟ اكس والسكند ب 3. اضربهم في بعض، اضرب الاثنين في بعض 3x لما اضربها في 2 هتبقى 6x. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يا جمان. لا ولا يهم، ماشي براحتك. يلا انس تقعدي تاني. اه اقعدي بس، اقعدي دلوقتي. بصوا كده ركز معايا، شايف الاكسبريشن اللي انت طلعته ده؟ هو السؤال الاساسي. ده اللي ياكد لك هل انت هيبقى عندك وقت في الامتحان انك تعمل كده ولا لا. ده يرجع لوقت الامتحان. بعد ما تخلص مساله الديفايد، بعد ما تخلص مساله الديفايد خد الديفايزر والكوشنت اللي هو الديفايزر ده مكانه، ده مكانه، والكوشنت ده مكانه. دي كده كده في كل الامتحانات، مفيش حاجه اسمها ده ما يجيبهاش. السؤال ده اساسي في كل الامتحانات. الديفايزر والكوشنت اعمل لهم باي، لو طلع الناتج هو الديفيدند يبقى انت بتحل صح. قول لي بقى كده المساله اللي فاتت المفروض تعمل باي لمين ومين؟ اكس بلس 4 مع اكس ماينس 3. لو عملت باي للاثنين دول وطلع الناتج اكس باور 2 بلس اكس ماينس 12 يبقى احنا حلينا صح. فهمنا؟ وصلت كده؟ اخر حاجه عايز اقول عليها قبل ما نكمل المسائل، ان دي الستبس بتاعت اول مساله مكتوبه. اول خطوه بتعمل مين؟ اكس باور 2 مع اللي هو مين مع مين؟ الاول مع الاول. الناتج هيبقى الاكس دي بتحطها فين؟ فوق. الخطوه الثانيه بتعمل ملتبلاي لمين؟ للاكس مع اكس بلس 4 اللي هو الديفايزر. الناتج طلع اكس باور 2 بلس 4 اكس، هنحطها تحت. الخطوه الثالثه بتعمل سبتراك، وده معناه ان انا بغير الساين. الخطوه الاخيره ريبيت. يعني ايه ريبيت؟ عيد. كرر ذا بريفيوس ستيبس ان اوردر ذا ديفرنس لحد لما الديفرنس ويل بي ايكوال تو زيرو. Then the operation of division will be finished and the quotient x minus ال 3. لسه هقول دلوقتي، بس احنا كل مساله عدنا الخطوات كم مره؟ مره. مرتين يعني، احنا بدانا وبعد ما بدانا عدنا الخطوات تاني. اكبر مساله عندك تقريبا في المنهج فيها الاعاده ثلاث مرات. بس دي ما بتجيش في اللي بيجي في الامتحان معظم الوقت يا مره يا مرتين. تعالوا نشوف المساله اللي جايه. نبدأ المسألة دي فيها حاجة زيادة عن المسألتين اللي فاتوا. المسألتين اللي فاتوا كانوا جايين مترتبين. هنا أنت محتاج ترتب، انقل الديفيدند بالترتيب. 6a بار 3 ماينس 10a بار 2. خد بالك إن أنا برتب على حسب الباور. إيه اللي بعده؟ بوزيتيف 5a بلس 3. كده حضرتك نقلت الديفيدند بالترتيب. هو بالترتيب من الاكبر باور لاصغر باور، من الكبير للصغير او من الصغير للكبير، بس خليك دايما من الكبير للصغير دايما عشان ما توجعش قلبك وتقعد تقول لي اول واحده ما تنفعش ديفايد. هي مش تنفع ديفايد في كل المسائل، فانا اريح دماغي واخليني ارتب من ايه؟ من الكبير للصغير. الديفيدند اسف الديفايزر مترتب؟ مترتب. رتبه. ها 2a باور 2 ماينس 4a بلس 3. بس خلاص اسمعني بقى وركز. المساله دي انا مش عايز حد يتكلم خالص، رد في سرك. اتفقنا؟ عشان تعرف هل انت عارف تجاوب بجد ولا لا، ومحدش يقول قبلك. اسمع وركز. حضرتك خلصت بقول رد في سرك، يقول لي 6 باور 2 هو ده. مستر احنا مفيش ما بيننا اسرار. لا احنا هو السر. يعني ايه ما بيننا؟ لا بقى. الله ينور عليك، ركز يا حاج احمد، ركز. بس يلا بس يلا، هو انت عشان ابوك مدرس؟ هو انت كل حصه يلا؟ بس انت احترف. ما شكرا يا حبيبي.
6a power 3 divide 2a power 2 يا جماعة والله ما بهزرش، ركزوا ومحدش يتكلم، اسمع بس. الناتج بتاع الديفايد هيبقى 3a، هكتبها فوق. دي أول خطوة. الخطوة الثانية هبدأ أعمل مالتيبليكيشن لل 3a هنا وهنا وهنا وأحط الناتج تحت. 3a هضربها في 2a باور 2 هتبقى 6a باور 3. 3a في نيجاتيف 4a بوزيتيف باي نيجاتيف بنيجاتيف، 3 باي 4 ب 12، a باي a ب a باور 2. بص أنا مرتب حلي، ما ببعدش ولا كبر خطي بحيث ان الاي تنزل تحت الاي والاي باور 2 تحت الاي باور 2 وباور 3 تحت باور 3. 3a باي بوزيتيف 3 ببوزيتيف 9a. مستر قال لي الخطوه اللي جايه هي الماينس، والماينس بيغير الساين، فده يبقى نيجاتيف فيطير، ده يبقى بوزيتيف وده يتحول لنيجاتيف. خلاص انا عيني هتبعد من الخطوه دي وابدا ابص هنا، نيجاتيف 10 وبوزيتيف 12 خسران 10 وكسبان 12، يبقى بوزيتيف 2a باور 2. بوزيتيف 2a باور 2 والبوزيتيف الاول ما بيتكتبش. وبعد كده بوزيتيف 5 ونيجاتيف 9 يعني كسبان 5 وخسران 9 يبقى نيجاتيف 4، تبقى نيجاتيف 4a ودي هتتزحلق. بوزيتيف 3. خلصت كل الخطوات، ارجع اعيد اول خطوه تاني من الاول، الاول على الاول والناتج فوق. ابدا انطق معايا بقى، 2a باور 2 ديفايد 2a باور 2. ايه اللي جاب الفور؟ ايه اللي جاب الفور؟ انا بعمل ديفايد، الناتج هيبقى 1. بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. مش اي حاجه ديفايد نفسها ايكوال 1، يبقى الاجابه هنا بوزيتيف 1. هناخد المره دي مين؟ اللي انا لسه كاتبه، اضربه هنا في الديفايزر بالثلاث اسهم واحط الناتج تحت. 1 باي اي حاجة يبقى هنزل 2a باور 2 ماينس 4a بلس 3. ولما نيجي نغير الساين، انا امتى بتأكد ان مسألتي صح؟ لما الاقي الاثنين دول زي بعض. خلاص يبقى كده كده الماينس بتاعهم هيديني زيرو، وده معناه ان الكوشنت از 3a بلس 1. طب انا المساله دي هحب اتاكد فيها، يعني عايز اتاكد في المساله دي بالذات. تعالى نتاكد كده، هناخد البراكت اللي اسمه 3a بلس 1 اللي هو بالنسبه لي الكوشنت، اضربه في مين؟ في الديفايزر اللي هو 2a باور 2 ماينس 4a بلس 3. اعتبر ان السؤال ده بالنسبه لك لاين 2 اكسبريشنز. احنا هنا التو براكتس زي بعض، طب فيهم واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف وزي بعض، يبقى دي مش السبيشال كيسز. نحل بالاسهم، هتاخد ال 3a تبدا توزعها على كل اللي جاي، 3a في 2a باور 2 ب 6a باور 3، 3a في نيجاتيف 4a نيجاتيف 12a باور 2، 3a في بوزيتيف 3 بوزيتيف 9a. كده انت خلصت اول واحده. هناخد السكند تيرم اللي هو البوزيتيف 1 تضربه، ايه اللي هيحصل؟ هي هي. يبقى انا هنزل بوزيتيف 2a باور 2 نيجاتيف 4a بوزيتيف 3. تعال نجمع دول مع بعض، مين من دول لايك؟ 6a باور 3 مفيش حد زيها خالص. طب دي نيجاتيف 12 ودي بوزيتيف 2، خسران 12 وكسبان 2. نيجاتيف 10، هو انا بغير الباور؟ البلس والماينس ما بيغيرليش الباور. اللي بعده بوزيتيف 9 ونيجاتيف 4. بوزيتيف 5 كسبان 9 وخسران 5 خسران 4. ايه؟ طب وبالنسبه للنمبرز بوزيتيف 3. بص كده السؤال اصلا 6a باور 3 نيجاتيف 10a باور 2 بوزيتيف 5a بوزيتيف 3. على فكرة انت مش مطلوب منك تعمل اللي انا لسه عامله، انا بقول لك لو انت عايز تتأكد ان مسألتك صح وانت نازل كده من الامتحان تعمل لنفسك صح ونجمة وعشرة من عشرة، اعمل كده. انت متأكد ان السؤال ده صح؟ ده من الاسئلة اللي الناتج بتاعه انت تقدر تصححه لنفسك، تبقى عارف امتى انت عملت صح وامتى عملت غلط. طيب نيجي
نركز بقى كده في الستبس وقول لي ايه الحاجه الوحيده اللي احنا لحد دلوقتي ما استخدمناهاش. احترم اللي مش موجود. احنا بنعمل كل حاجه في المساله الا ان احنا مش فاهمين كلمه ايه؟ احترم اللي مش موجود. بصوا هنا. طيب قبل ما نحترم اللي مش موجود، انا مش هحل المساله دي، انا هشرح لك بس المساله دي. الدرس استحاله تفكر ان هي ديفايد. المساله ما فيهاش كلمه ديفايد اساسا. هو بيقول لي if x minus 1 is 1 ايه؟ واحد من الرقمين اللي بيطلعوا of ده then find the other factor. هو قصده ان الاكسبريشن اللي قدامك ده لما بيتكسر بيتكسر لكام حاجه؟ حاجتين. حاجه منهم اسمها x minus 1، هات لي انت الثانيه. فانت هتعمل ايه؟ مين مع مين؟ ده مع ده. يبقى حضرتك حولت المساله من الكتابه اللي قدامك دي لمساله ديفايد، ان انا هكتب له x باور 2 بلس 5x minus 6 ديفايدد باي x minus 1، وهبدا اكمل مسالتي عادي خالص بنفس الستبس اللي احنا حليناه. تمام؟ في مشكله فيها؟ انت فهمت اللعبه اصلا؟ اللعبه مش في انك تعمل ديفايد، اللعبه انك تفهم ان السؤال ده ليه علاقه بالايه؟ بالديفايد. اخر فكره في الدرس. If the expression 2x bar 3 plus 11 is divisible by. كلمة divisible by معناها ينفع نعمل له divide على x plus 3. Find the value of. أنا عايزك تقول لي الام دي هتطلع بكام؟ مش فاهم. أعمل إيه يعني؟ طب خلاص طالما مش فاهم حل المسألة، يعني اعتبرها مسألة divide. أكن الام دي مش موجودة. أنا هحل المسألة عادي. هرتب الديفيدند، هو برضو مترتب هنا في المسألة. الديفايزر نزل زي ما هو. هبدأ أول مع أول والناتج فوق هتبقى 2 إكس باور 2. هضرب اللي أنا لسه كاتبه في الديفايزر وأحط الناتج تحت 2 إكس باور 3 بلس 6x باور 2. هعمل ماينس، ادي دي نيجاتيف ودي نيجاتيف، دول طاروا. 11 ماينس 6 5x باور 2، هزحلق الاثنين الباقيين، بلس 12x بلس الام. الخطوه اللي بعدها اعيد ثاني 5x باور 2 ديفايد x. ايه اللي اتبقى؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف 5x. هناخد ده نعمل له باي الديفايزر واحط الناتج تحت 5x اضربها في x ماشي، وبعد كده 5x في بوزيتيف 3 بوزيتيف 15x النيجاتيف ودي بقت نيجاتيف، دول طاروا 12 ماينس 15 نيجاتيف 3x بوزيتيف ام. ثالث هنعيد اول خطوه مع اول خطوه، نيجاتيف 3x ديفايد x نيجاتيف 3. هناخد دي نضربها في x بلس 3، نيجاتيف 3 في x نيجاتيف 3x. طب نيجاتيف 3 في بوزيتيف 3 انت عملت بلس نيجاتيف 9. ثانيه واحده كده، هو عشان المسألة دي تخلص لازم الام تبقى بكام؟ 9 ولا نيجاتيف 9؟ نيجاتيف 9. لو انت شلت يا عم تعالى نشيل الام، تعالى نشيل الام ونجرب كده نحط ال 9 اللي انت قلتوا عليه. ايه الخطوة اللي جاية؟ هنعكس الساين، فالنيجاتيف دي هتبقى بوزيتيف ودي هتبقى، دول هيطيروا ودول لا، صح؟ هتبقى ايتين. ده بقى ريميندر للمسألة، فده معناه ان اللي انت عملته غلط. المفروض الام تبقى بكام؟ نيجاتيف 9، عشان ساعتها ايه اللي يحصل؟ يطير. فخد بالك ان الاثنين دول خلاص ما فيش بقى اصلا هنا نيجاتيف 9، هي كانت ام. المفروض ان الاثنين دول لازم يكونوا
زي بعض علشان المثال يكون مظبوط. لازم يبقى دلوقتي الام هتطلع بكام؟ نيجاتيف 9. ما تنساش ان هي اصلا كانت نيجاتيف، انا اللي عكستها خليتها بوزيتيف لما عكست الساين. تمام كده؟ النيجاتيف اللي انا بحطها هنا بتغير الاثنين دول، فده معناه ان ال 9 اصلا كانت ايه؟ نيجاتيف. طيب دلوقتي هو عايز ايه في المساله؟ عشان في ناس بعد ما بتخلص تروح قايله لي ذا كوشنت از 2x باور 2 بلس 5x ماينس 3، هو مش عايز قيمه الايه؟ الام. فانت جبت له قيمه الام اللي عندك طلعت بكام؟ نيجاتيف 9. اصبر بس اخلص وبعد كده هديكم مساله تحلوها. نعم. ما فيش مشكله، تمام، كتبت الاثنين زي الفل. بص كده للفكره الاخيره، لو قلت لحضرتك ديفايد اكس باور 3 بلس 27 باي اكس بلس ال 3، اول خطوه هنقل الديفيدند بالترتيب. دي اكس باور كام؟ طيب ايه اللي المفروض بعدها؟ اكس باور 2 موجوده؟ سيب لها كرسي فاضي كده. طب وايه اللي بعدها؟ اكس باور 1 موجودة؟ سيب لها كرسي فاضي. مين اللي بعدها؟ اللي ما فيهاش اكس، اللي هي ايه؟ بوزيتيف 27. خلي بالك ان انت عارف ان انا ماشي اهو بالترتيب اكس باور 3 اكس باور 2 اكس باور 1، مفيش اكس خالص. الديفايزر اكس بلس 3 وهمشي خطواتي عادي. خلصت المسألة. لا ولا ساين ولا غير، هي الساين هتنزل لوحدها دلوقتي هتشوف. ليه انا بقول خلصت المسألة؟ لو انت مشيت بنفس الخطوات اللي انت حافظها المسألة هتكمل معاك. تعال نجرب. أول مع أول والناتج فوق. إكس باور 2. اعمل باي للي أنت لسه كاتبه في الديفايزر وحط الناتج تحت. إكس باور 2 في إكس. إكس باور 3. إكس باور 2 في 3. أحطها فين بقى؟ تحت المكان ده اللي أنا كنت سايبه أساساً للإكس باور 2. أو بوزيتيف 3 إكس باور 2. ايه اللي هيحصل؟ غير الساين. هنا نيجاتيف فطاره وهنا بقت نيجاتيف. قول لي ايه اللي هيحصل؟ مين اللي هيتزحلق؟ نيجاتيف 3 اكس باور 2 هتتزحلق، ما هو مفيش حد معاها فوق. يبقى نيجاتيف 3 اكس باور 2 والمكان الفاضي زي ما هو، وبوزيتيف 27 زي ما هي. عيد تاني. الاول مع الاول والناتج فوق. نيجاتيف 3 اكس من غير باور، اضرب اللي انت لسه كاتبه في كل ده وحط الناتج تحت. ها نيجاتيف 3 اكس باور 2 وبعد كده نيجاتيف 9 اكس. بص اتحطت فين؟ في المربع بتاع الاكس، في الكرسي بتاع الاكس اللي انا كنت سايبه فاضي. غير الساين طارت. مين اللي هيتزحلق؟ 9 اكس بلس 27. ها اول مع اول والناتج فوق هتبقى 9 بس. ليه 9 اكس باور 2؟ مش هي 9 اكس ديفايد اكس؟ الاكس والاكس طاروا، ايه اللي بقى؟ 9 بوزيتيف 9. كمل 9 في اكس 9 اكس 9 في 3 27. خلصت المساله. فالكوشنت بقى اكس باور 2 ماينس 3 اكس بلس 9. دلوقتي كده انت بقى عندك كل افكار المساله. لو المساله مترتبه بعمل ايه؟ لو المساله مش مترتبه بعمل ايه؟ لو المساله فيها حد مش موجود بعمل ايه؟ لو المساله فيها unknown ام او اكس او كي او ار، اي حاجه variable مش موجوده وعايز قيمتها، احل المساله واخلي اللي في الاخر لازم يكون شبه بعض. صعب الكلام؟ طيب ده كده ان شاء الله بامر الله اخر درس لينا في الالجبرا او اليونت بتاعت الالجبرا. ليسون 9 بيتكلم على فاكتورايزيشن، ازاي نكسر سواء كان نمبرز ارقام او اكسبريشن زي ما احنا خدنا كده في اكس وواي، باي ايدنتيفاينج ذا هايست كومن فاكتور.
في اختصار ليها اسمه HCF. ال H اللي هي Highest Common C Factor F. عشان نلم خد نفس سنة خمسة أصلا وسنة رابعة بتاخده دلوقتي كمان نفس الدرس ده. بس هما مش بيتعاملوا مع ال X دلوقتي، هما بيتعاملوا مع الأرقام بس. فاحنا عشان خدنا خلاص ال X وال Y، هيبدأ أو هبدأ أنا أقسم لك الدرس كده لثلاث أفكار. فكرة الأرقام بس تعمل إيه فيها؟ فكرة الرموز بس تعمل إيه؟ لو أرقام ورموز مع بعض تعمل إيه؟ خليني أخليك تفكر بطريقة صح كده. كلمة factorizing by identifying the HCF هو قصده شايف الليلة اللي قدامك دي كانت حاجتين مضروبين في بعض، حاجة بره وحاجة جوه، لما تضربهم يدوك ده. طب ما أنا هجيب اللي بره واللي جوه إزاي؟ اسمعني بقى عشان تعرف. ال 15 وال 25 سؤال سريع، هما الاثنين كومن في تيبل كام؟ 5. هتروح رامي ال 5 بره والناتج بتاع البراكت اللي جوه هتجيبه بالديفايد، يعني هتاخد 15 ديفايد 5 3 بلس 25 ديفايد 5. خلصت ليه؟ لان 5 باي 3 ب 15 و 5 باي 5 ب 25. كده انت عملت HCF، خدت HCF. ده لو كان ارقام بس. طب لو فيها رموز ركز، مين الكومن؟ هل الاكس بتتكرر؟ اه بس مع اختلاف. بص الاكس هنا باور كام؟ يعني كام اكس؟ يعني اثنين، اثنين مضروبين في بعض. طب واللي جنبها؟ ثلاثه. واللي بعدها؟ لما انا احب اخد كومن، يعني لو في ثلاث اشخاص قاعدين قدامي، الاولاني معاه اكسين والثاني معاه ثلاثه واللي بعده معاه أربعة، أنا عايز أخد نفس الحاجة منهم كلهم، هاخد إكس باور كام؟ 2، لأن أنا أقدر أخدها من الأولاني والتاني والتالت. لكن هل ينفع أخد إكس باور 3؟ هاخدها من التاني والتالت، أما الأولاني مش هقدر، فما بقتش كومن. ما هو كلمة كومن معناها إيه؟ مشترك. أنت عايز حاجة مشتركة من الكل ترميها بره، تسحبها كده من الكل. انا لما اسحب دلوقتي هسحب اكس باور ده اللي بره وافتح براكت، ناتج اللي جوه البراكت بيجي بال ديفايد. مش احنا جبنا هنا الناتج بالديفايد؟ اعمل لي ديفايد اكس باور 2 ديفايد اكس باور 2 1. يا جماعه الله يرضى عنكم، لما احنا لسه لحد دلوقتي بنغلط في اكس باور 2 ديفايد اكس باور 2، فاساسي الدرس اللي فات هتحله كله غلط. ما هو الدرس اللي فات ده فيه خطوه من الخطوات اللي هي خطوه الديفايد، خطوه من ضمن الليله اللي احنا عملناها. ركز، اكس باور 2 ديفايد اكس باور 2 ب 1، مفيش اكس، حاجه ديفايد نفسها. او هتقول لي اكس باور 0 وساعتها الاكس باور 0 برضه بكام؟ ب 1. يبقى ليه اللفه؟ بلس اكس باور 3 ديفايد اكس باور 2 اكس اللي هي اكس باور 1 بلس اكس باور 4 ديفايد اكس باور 2 اكس باور 2. هو انا لو ضربت اللي بره ده اللي هو ال HCF في كل اللي جوه هيديني الاكسبريشن؟ اه. طب بص بقى، لو كان رقم ورمز هتعمل الاثنين مع بعض. يعني ايه؟ ال 15 وال 18 في تيبل 3 هناخد ال 3 كومن. طب اكس باور 2 واكس اكس، انا مش بعمل بلس للباور، انا بدور على الكومن، مين المشترك؟ اكس. تقدر تسحب ايه؟ اكس واحدة. انا لما اسحب اكس ابدا بقى ده ديفايد ده 5 اكس بلس ده ديفايد ده 6، بس مفيش اكس، مفيش اكس اصلا، ده ديفايد اكس واكس طاروا بقت ال 6. عايز اتاكد ان حلي صح، هعمل باي، هتاخد اللي بره تضربه هنا مره وهنا مره، بقت 15x باور 2 بلس 18x. طيب معلش يا مستر، يعني هو ليه اسمه هايست؟ يعني انا فهمت ان ده كومن، بس ليه انت بتقول هايست؟ لانك بتاخد اكبر حاجه تقدر تاخدها. ما تنساش ان المساله دي كنت ممكن تقدر تاخد اكس بس، صح؟ مش دي معاها اكسين ودي ثلاثه ودي اربعه؟ انت ينفع تاخد اكس؟ اه، بس هيبقى مع الاولاني اكس والتاني اكسين والتالت ثلاثة. هتضطر تعمل ايه؟ مره كمان تاخد كمان تاني. فبدل ما تحل المساله على خطوتين، ايه رايك ناخد الهايست، اكبر حاجه نقدر ناخدها كمان؟
زي بالظبط النمبرز. لو انا كتبت لك دلوقتي 8 ومثلا 16 الاثنين في تيبل كام مع بعض؟ في تيبل 2 وفي تيبل 4 وفي تيبل 8. فايه اسهل حاجه؟ الهايست ال 8. ما انت ما تنساش انك لو خدت 2 كومن، يعني انا لو كاتب هنا بلس، لو خدت 2 كومن هتعمل ديفايد 8 ديفايد 2 ب 4، 16 ديفايد 2 ب 8، ال 4 وال 8 اللي جوه لسه فيهم كومن. فانا بدل ما اعمل كده لا تعالى نخلي بقى الكومن بتاعنا هو ال 8 وهو ده الهايست، اكبر رقم اقدر اعمله هنا 1 بلس 2 وال 1 وال 2 الاثنين مفيش تيبل مشترك ما بينهم. مفيش مشكله. تمام؟ بس انا عايز اوضح لك يا استاذ موسى ان الموضوع ابسط مما تتخيل، يعني ما تفكرش في موضوع انك تحلها على خطوتين، انت اساسي هتحلها على خطوه، لان هو دايما بيجيب لك ارقام صغيره وارقام مشتركه في تيبلز صغيره، يعني بص كده للمسائل اللي عندك وانت تفهم انا قصدي ايه. اول مساله 5a بلس 15b. هي الاسهل في كل المسائل خطوه. ما تصعبهاش على نفسك. وما تفكرش حتى ان انت تحلها في خطوتين، هي خطوه هتتحل لوحدها في خطوه. 5a بلس 15b هما الاثنين في تيبل. لا مش في تيبل 3. انت قلت ناتج الديفايد، انا عايز هما الاثنين كومن في تيبل 5، فانا هاخد ال 5. هل في سيمبلز رموز بتتكرر؟ لا. A و B مختلفين خالص عن بعض، فأنا هفتح البراكت وأقول إن الناتج اللي جوه هيجي بال ديفايد 5A ديفايد 5 A 15B ديفايد 5 3B. خلصت المسألة. المسألة اللي بعدها 10XY ماينس 8XZ، مين اللي بيتكرر؟ الـ X و 2، مش الـ 8 والـ 10 في تيبل 2، يبقى هكتب 2 اكس وافتح براكت واجيب اللي جوه بال. بصوا كل شويه هقول لك نفس الكلمه عشان تثبت في دماغك، دايما ناتج الاتش سي اف اللي جوه البراكت بيبقى بال ديفايد 10 اكس واي ديفايد 2 اكس 5 1 ماينس 8 اكس زد ديفايد 2 اكس 4. انت كتبت النيجاتيف خلاص احنا مالناش دعوه بيه، 4 زد. طب بص للسؤال الثالث 12x بار 2 ماينس 4xy الاثنين في تيبل 4 والرموز اقل باور اكس باور 1، مش احنا بناخد الباور الصغير؟ الباور في الرموز هو الصغير. افتح براكت وهات لي الناتج اللي جوه بال ديفايد 12x بار 2 ديفايد 4x 3x ماينس 4xy ديفايد 4xy. تعال نشوف اطول مساله خدناها لحد دلوقتي. بص للنمبرز 21 735 تيبل 7 a بار 3 b بار 2 a بار 2 b بار 2 a بار 2 b بار 3 a بار و b بار 2. انا بنقي الصغير. a بار 2 b بار 2 ابدا اعمل ديفايد 21 a بار 3 b بار 2، اعمل لها ديفايد 7 a بار 2 b بار 2. الارقام هتديني 3 والرموز a بس. اللي بعده نيجاتيف 7 مع 7 1، اكتبها؟ ما اشوف، ما اعرفش اذا كنت هكتبها ولا لا، لو جنبها رمز مش هكتبها. a بار 2 مع a بار 2 طاروا، b بار 2 مع b بار 2 طاروا، ايه اللي اتبقى؟ فين ال a؟ جبت الـ A منين؟ ما هي A بار 2 A بار 2 طاروا أصلا. 7 ديفايد 7 1 A بار 2 A بار 2 1 ديفايد B بار 2 B بار 2 1، يبقى الناتج كله كام؟ 1 ماينس 35 ديفايد 7 5. أنا كاتب النيجاتيف من قبل ما أحل واللي جوه دي. الدرس كله بيتحل كده، مش باقي لحضرتك غير مسألتين في الدرس ده عشان نبقى خلصنا الالجبرا. مسألة هتفهمك اللي بعدها، يعني المسألة الأولى لو فهمتها هتفهمك المسألة الثانية. دول كده المسألتين اللي أنا بقول عليهم. بص الأول مسألة، في حاجة غريبة صح؟
ان فيها براكتس صح؟ طيب انت قدامك طريقه من الاثنين، يا تقعد تضرب بقى الليله دي في بعضها، ده ليله سودة. بس هو اصلا قايل لي ايه في الاول؟ فاكتورايز. الفاكتورايز هو عكس الباي، انت بتجيبه بالايه؟ بالديفايد. فلما تلاقي حاجات مضروبه ببعض ما تضربهاش. هو مش عايزك هو مش عايزك اصلا تفك البراكت، هو عايزك توصل في الاخر لصيغه فيها حاجه معمول لها باي حاجه. ده معنى كلمه فاكتورايز. لما اقول لك فاكتورايز ال 15 3 باي 5، هل بقى بعد ما تخلص تقول لي 3 باي 5 ايكوال 15؟ انت كده رجعتها لاصلها. فانا هعمل كده هنا، انت شايف ان دول كده في حاجه فصلاهم عن بعض، البلس اهي، البلس دي تمام. طب بص للجزء الاول والجزء الثاني، في حاجه كومن، البراكت كله اللي اسمه اكس ماينس واي. انا هاخد ده الكومن، ده انا هاخد البراكت كله الكومن. فانا لما خدت البراكت كله كومن اكني مسحته من هنا، مش انا سحبته خلاص ومسحته كمان من هنا، ايه اللي بقى لحضرتك؟ ها اكس بلس 3 واي بلس 2 اكس. ركز في اللي انا عملته تاني اهو، انت خدت اكس ماينس واي كمان بره، ايه اللي بقى لك جوه؟ من البراكت من الجزء الاولاني اكس بلس 3 واي، ومن الجزء الثاني 2 اكس. اسالك سؤال بقى، المساله كده خلصت؟ وقبل ما تقول خلصت ولا لا ركز، وقبل ما تقول لا لازم تعرف هتعمل ايه. طب طالما لا هنعمل ايه؟ كده انت عملتي باي. انا لسه قايل من شويه ما ينفعش اعمل باي في مساله فاكتورايز. هنعمل سمبليفاي لمين؟ اللايك تيرمز، مين اللي شبه بعض؟ انهي براكت؟ الثاني، البراكت الاولاني ده باشا ولا ليا دعوه بيه، اما البراكت الثاني فيه اكس و2 اكس يبقوا 3 اكس. ماليش دعوه بالباور، ما حدش يقول لي 3 اكس باور 2 او 2 اكس باور 2، انت بتجمع اكس بلس 2 اكس بقوا 3 اكس. طب وهنا 3 واي خلصت ولا لا؟ ال 3 كومن، انسى خالص البراكت الاولاني، البراكت الثاني في كومن ولا لا؟ مين هو؟ ال 3. فانت ممكن تاخد ال 3 كومن، وايه اللي يبقى لك جوه؟ اكس بلس واي. طب مش ده مضروب في براكت اسمه اكس ماينس واي؟ ممكن ارميه ورا خالص. ليه؟ لان انا عندي حاجه في المالتيبليكيشن اسمها الكوميوتاتيف، اقدر اعمل ايه؟ ابدل اي حاجه. فانا خدت الكومن رميته بره واتبقى لي اكس بلس واي. المساله اللي قدامك دي هي ارخم مساله في الدرس، بس لو انت فهمتها كويس هتفهم الاصعب منها، لان دي هي دي بالظبط. طيب هنعيدها تاني، حاضر هنعيدها تاني، بس بصوا هنا ركزوا كويس في المساله دي. قول لي كده هنا ايه اللي بيتكرر؟ لا 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 مفيش حاجه بتتكرر اصلا، بسبب ان البراكت الاولاني هو سي ماينس دي، اما الثاني دي ماينس. هو في فرق ما بينهم؟ اه طبعا، ده السي هنا كانت بوزيتيف وهنا بقت، والدي هنا كانت نيجاتيف وبقت. بص للي انا هعمله، هل اللي انا هعمله ده هيفضل محتفظ بنفس المساله زي ما هي ولا هيغيرها؟ السبتراكت ما فيهاش كوميوتاتيف. هل انت شايف ان اللي انا عملته ده هو نفس الجمله اللي فوق؟ لا. هل نفس القيمه؟ اه. ليه؟ ايه وظيفه النيجاتيف؟ بيشقلب الساين اللي بعد البراكت اللي بعده، فدي بدل لما هي سي نيجاتيف سي، بدل لما هي نيجاتيف بي او نيجاتيف دي اسف بقت بوزيتيف. انت كل اللي عملته عشان تخلي البراكت ده زي ده بالظبط
ان انا بغير الساين دي، بدل ما هي بوزيتيف بخليها وشقلب اماكنهم، بدل ما هي دي ماينس سي هتبقى سي ماينس دي. كمل مسالتك من اول هنا، هي المساله اللي فاتت، فاللي ما فهمش المساله اللي فاتت ركز هنا. ايه اللي انت شايفه كمان؟ سي ماينس الدي اهو، ادي البراكت انا خدته كمان من هنا ومن هنا، ايه اللي اتبقى؟ خلصت المساله ولا لسه؟ مش حاجه مشتركه. ها؟ خلصت؟ مفيش حاجه تتعمل؟ مفيش كمان حتى. النمبرز هنا 3 و4 والرموز مختلفه خالص عن بعض، فالمساله كده خلصت. هعيد تاني المسالتين. نركز. لا اكتب لحضرتك A minus 2B by 4X minus Y plus 4X minus Y by 3A plus B. انت شايف مين الكومن؟ البراكت كله بيتكرر صح؟ ما تنساش ان البلس دي هي اللي فصلت ما بين الاثنين. فطالما انت شايف ان البراكت ده هو هو ده، تعالى ناخده كمان بره 4x minus y اهي، وهفتح براكت. ايه اللي اتبقى عندي في المساله؟ a minus 2b plus 3a plus b. خلصت المساله ولا لسه؟ البراكت الاولاني مالكش دعوه بيه، 4x minus الواي. البراكت الثاني في a و 3a، جمعهم 4a ونيجاتيف 2b وبوزيتيف b، نيجاتيف 1b خسران 2 وكسبان 1، يبقى خسران b. خلصت المساله؟ مساله كمان. انا بثبت لك بس ان الموضوع بسيط، هو محتاج حل. المسألة دي لازم تتعود عليها بعينك، انك تلقط الحاجة الكومن أول ما تشوفها. هنا 5x minus 2y by 3a plus b minus 2y minus 5x by a plus b. مين الكومن؟ تمام، هعمل الماينس بلس. ليه؟ لان انا شايف ان البراكت ده هو هو ده، بس لو اتشقلب. ما هنا ال 5x كانت بوزيتيف، هناك نيجاتيف، ال 2y كانت نيجاتيف بقت بوزيتيف، فتعالى نغير النيجاتيف دي نخليها بوزيتيف. يعني انا حطيت جنبها نيجاتيف تاني، بقى نيجاتيف وراها نيجاتيف بوزيتيف، والبراكت ده هيبقى 5x minus 2y، والبراكت اللي بعده a plus b ماليش دعوه بيه. اما دول زي ما هم 5x minus 2y و 3a plus b. مين الكومن بالنسبه لك؟ البراكت اهو 5x minus 2y. ايه اللي باقي جوه؟ 3a plus b plus a plus b. خلصت؟ لسه 3a و a، 4a و b و b، 2b. طب ركز، البراكت الاولاني ماليش دعوه بيه 5x minus 2y، البراكت الثاني 4a plus 2b. خلصت؟ لسه. الارقام النمبرز ال 4 وال 2 في تيبل 2. تعالى ناخد البراكت ده ناخد منه 2 كومن. لو انا خدت ال 2 كومن ايه اللي باقي؟ كام؟ 2a. مش انت بتعمل ديفايد؟ طب مش بنجيب ال HCF بالديفايد؟ 4a divide 2 ب 2a plus 2b divide 2 b، والبراكت ده ارميه في الاخر 5x عادي براحتك، بس ما ينفعش تحطه قبل الرقم. يعني لو عايز تحطه في الاول البراكت ده، هناخد ال 2 نحطها هنا، وناخد البراكت ده هنا، فبقى ده الشكل. طبعا كده كده المالتبليكيشن هي هي نفس الفكره. Thank you.